ضليع الفم جاءنا في الحديث الأخير قبل الأخير في الدرس الماضي. ضليع الفم يعني فمه صلى الله عليه وسلم واسعا، فمه واسع، ضليع الفم، أشنب الأسنان يعني أبيض الأسنان، مفلج الأسنان. يوجد هنا فتحة صغيرة بين مقدمة أسنانه صلى الله عليه وسلم، جميلة، وهذا كله أوصاف الجمال عند العرب وعند الإنسان وعند البشر نفسه. دقيق المسربة، دقيق المسربة يعني من هنا ينزل إلى هنا، يوجد شعر خفيف موجود مثل خط، سبحان الله، ينزل من صدره إلى صدره، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. يعني الذي ينظر إليه هذا من هنا عنقه من جماله صلى الله عليه وسلم كأنك تنظر إلى فضة، فضة من جمالها، يضرب بها المثل الفضة للمعانها وانعكاس الضوء فيها لكثرة جمالها ونورها. الفضة كأنه جيد دمية، جيد دمية يعني عنق دمية، الدمية يرسموها لعبة، يرسموها ويزينوها ويجملوها لكي تكون أحلى شيء، صافية جميلة ملساء مصنوعة. قال في ذلك الزمان أيضا، قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة صلى الله تعالى عليه وسلم، معتدل الخلق بادنا. معتدل الخلق يعني خلقه خلقة جسمه صلى الله عليه وسلم معتدلة، ما جسم عدل سبحان الله، ما فيه بروز في مكان زائد عن حده، معتدل الخلقة بادنا يعني فيه ليس ضعيف، معتدل الخلقة لكن جسمه صلى الله عليه وسلم فيه بدانة، يعني فيه شيء من الامتلاء، ممتلئ لكن ليس سمينا. نعم.